بن غدير الاكتبي على الفوز بالرمز الثالث في رصيدها، والثاني ايضا لمالك الذيب محمد بن سعيد بن محمد الاحبابي. وينطلق مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم وعلى الهواء في هذا البث وهذا البث المباشر، ينطلق هذا الشوط الثالث وهذا هو ثاني أشواط البكار وهذا أيضا أول أشواط المحليات العمانيات الأصايل. انطلق هذا الشوط بنخبة النخبة بينونة وبينونة والغربية ومخيفة وقيادة والوثبة والشاهينية شموخ الشاهينية وأيضا مزنة وشوق وعالية، حضرت جميعها وأتت في هذا الشوط الخاص بالعمانيات الخاص بالعمانيات. إذن بينونة على مقدمة الشوط تقود الشوط، جرت الشوط منذ الانطلاق تبغي الشلفة، وطموحها لا منتهى للطموح ولا حدود له. إذن بينونة على المركز الأول، زايد بن محمد بن زايد المنصوري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول تنطلق، أو هنا مخيفة على مقدمة الشوط بشعار بينونة تنطلق. المركز الثاني الوصول والتحرك من قبل بينونة، تصل لم تتأخر في النداء، تنطلق على المركز الثاني ولكن تنطلق هنا مخيفة لتخيف المتابعات. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، كيلو حبس الأنفاس، كيلو العمليات، وانطلقت مزنة حاملة اللقب بطلة هذا الشوط. يا سلام، إذا تضيف في هذا الفوز إن واصلت على هذا المنوال الرمز الثاني كما فعلت اليمامة. يتألفون أبناء مرغم، يتألفون، يبدعون، يزلزلون الميدان، يهزون أركان المضمار. يا سلام، هذه مشاهدينا مزنة 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 على مقدمة الشوط، مزنة على المركز الأول. سلام يا مزنة، سلام سلام يا مزنة سلام، ولكن دير بالك الوصول من قيادة ومزنة، قيادة قادمة ممثلة أبناء الغربية. تتجدد الآمال في هذا الشوط لأهل الغربية. يا سلام، قيادة ومزنة حاملة اللقب وقيادة، هل تواصل مزنة؟ هل تواصل بهذا التقدم؟ يا سلام، مزنة 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 مشاهدينا الأعزاء تضيف الرمز الثاني في الرصيد، تضيف الرمز الثاني. مرغم 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 أبناء مرغم، أبناء مرغم مشاهدينا يتميزون في هذا المساء، ينتزعون الشلفة الفضية الثانية مع صعب المضمرين. سلام مرغم، سلام سلام مزنة، سلام. إذا مزنة كما توجت في الشهر الماضي في سباق سيدي سمو الأمير تثبت بأنها الأقوى. سلام يا مزنة، سلام سلام يا مزنة، سلام. مرغم 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 مرغم، تهانينا وإنها مستحضرات الوصول. المركز الثاني هنا قيادة زايد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث الغربية لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الرابع الشاهينية لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. أو المركز الرابع مخيفة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الخامس الشاهينية لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. تهانينا والناموس لمالك مزنة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على الفوز بالشلفة الفضية في هذا المساء وإضافة الرمز الثاني لها في الرصيد. إذن ها هي بطلة هذا الشوط في سباق سيدي سمو الأمير، تثبت بأنها الأقوى في هذا المساء وتتفوق لتختطف الخنجر أو الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم بقيادة صاحب المضمرين. تهانينا والناموس لصاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مطر بن مرخال الاكتبي على هذا الفوز المستحق. إذن هذه مشاهدينا الأعزاء مزنة ولحظة الوصول إلى خط النهاية، قاطعة مسافة الشوط في 9 دقائق 9 ثواني 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مزنة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخال الاكتبي. المركز الثاني قيادة وتوقيتها 9 دقائق 11 ثانية و60 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك قيادة زايد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث الغربية وتوقيت الغربية 9 دقائق 15 ثانية 6 أجزاء
من الثانية تهانينا، والناموس للملكة الغربية زايد بن محمد بن زايد المنصوري تهانينا، والناموس للجميع الفائزين.